رح تنضم إلنا بعد دقائق إيزابيل تنوري، مستشارة الإعلام والعلاقات العامة، للحدث التاريخي اللي صار مؤخرا بالتور إيفل. هو فعلا عرض فني استثنائي، حدث تاريخي بإشراف لبناني. طبعا رح تكون معنا بعد دقائق لتخبرنا عن إطار هالحدث بالطابق الأول بالتور إيفل، ومين المشارك، مين المشاركين بهالعمل الفني، وشو قدم هالعرض التاريخي الفني. طبعا في أهمية كبيرة للأعمال الفنية، وبتنضم بهالأثناء إلنا إيزابيل التنوري. صباح الخير. صباح الخير كارال، يعطيك العافية وشكرا كثير للاهتمام بالموضوع. الله يعافيك إيزابيل، حضرتك مستشارة الإعلام والعلاقات العامة للحدث التاريخي اللي صار مؤخرا بالتور إيفل، انطلاقا طبعا من عملك بمجال حماية الممتلكات الثقافية من الأتجار غير المشروع في منظمة اليونسكو. أشرفت على تنظيم هذا الحدث، خبرينا أول شيء عن هالحدث، بأي إطار جرى؟ نعم، بداية اسمحي لي بس نوضح نقطة معينة حول حماية الممتلكات الثقافية، لأنه عملي مع اليونسكو هو منه داخل ضمن هذا الحدث، ولكن ساهمت كفاءتي بالمشروع يلي عم نشتغل عليه باليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية أني أنجح أكثر وأكثر بهذا الحدث، وأني أعرف أيم هذا الحدث أكثر وأكثر. هذا الحدث من بإطاره، خليني أحكي أكثر، إطار تاريخي وإطار ثقافي. من سنة 1888 بواحد نيسان 1888 أنشئ الطابق الأول من التور إيفل، اللي هو كانت الفكرة بالأساس فكرة جوستاف إيفل، اللي عنده باك جراوند كتير كبير بالأرشيتكتور، كان عم يتعاون مع مهندسين بالتاريخ لحتى يقدروا من سنين لحتى يقدروا إنه يعملوا التور إيفل. فالبيميز هذا الحدث إنه من هذا الوقت، منذ انشاء الطابق الاول من تور إيفل، ما صار في ابدا ابدا التجديدات اللي عم بتصير من خلال ورشه البناء يلي هلا عم نشوفها، او من خلال عرض المنحوتات التاريخيه والثقافيه اللي بيعكسوا الوجه الثقافي لفرنسا والوجه الثقافي للتور إيفل. اول مره بتاريخ التور إيفل وبتاريخ فرنسا بيصير في هيك عرض لمنحوتات مصنوعة من النحاس اللي بيحمي التور إيفل، اللي هي مصنوعة من الحديد بالأساس، بس هيدي القشرة هي بتحمي التور إيفل من كل التغيرات المناخية، فجرى استخدامها لصناعة المنحوتات، وهي منحوتات التور إيفل بحد ذاتها، ولكن من كذا ديمنسيون، بكذا بعد وبكذا مشهديه. وايضا اللوحات هي مصنوعه من هي لوحات مومضيه او سينيه بار كريستوف مارتان، هي مصنوعه من كريستوف مارتان اللي هو معروف بمعارضه الدوليه، واللي هو بيشتغل كمان للتور إيفل مثل كزافيير توبيرن، اللي منحوتات مومضيه باسمه، هو شغل كل الديكوراسيون تبع جول فيرن، المطعم اللي بيقصدوه من كل انحاء العالم، هو معروف مطعم تور إيفل. قد استغرق وقت هالعمل إيزابيل؟ هو من سنتين ونص تقريبا صار بلش الشغل باول طابق، بلشت ورشه البناء باول طابق من تور إيفل باشراف كزافيير دو بيرن، اللي هو شيف دو بروجي، شيف دو شانتيي، شيف دو بروجي، هو شيف ورشه البناء بالطابق الاول من سنتين ونص تقريبا. وايضا المنحوتات استغرقت وقت من مطلع ال 2020، يعني سنتين 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 تقريبا. وتزامن هالموضوع بالتحضيرات، تزامنت مع ورشة البناء. إذا بدك كمان بنحكي أكثر شو في بقلب هيدي الورشة. طبعا كنا سمع إلك إيزابيل، تخبرينا التفاصيل.
رح يتم إنشاء للمرة الأولى بالتاريخ صالة باسم جوستاف إيفل، يلي هو فكرته بالأساس التور إيفل، وهو أنشأها وهو رسمها على الورق وبنيها وبلشت بفكرة براسه. رح يكون في صالة باسم جوستاف إيفل للمؤتمرات والأحداث المميزة أو الأحداث الكبيرة. وايضا راح يكون في تراس كمان، هو قائد الانشاء، ومدام غاسري اللي هي كافيه ريستورون عرضناها لكل الاشخاص اللي هي اندر كونستراكشن، بعدها منا منتهيه من حيث البناء، ولكن عرضناها لكل الاشخاص اللي تم دعوتهم على هذا الحدث. وبدي الفت نظر انه هو هذا الحدث كثير كثير خاص، يعني ما كان متاح للسواح او للعامه من الشعب انه يفوتوا يشوفوا شو عم بيصير بقلب الطابق الاول، لان هي شركات خاصة عم تهتم بورشة البناء، ومنها شركة إيمانيس اللي عم تشرف على كل المشاريع البناء اللي عم بتصير بالطابق الأول، كان مدام براسري، كافيه ريستورون، أو كان صالون جوستاف إيفل، أو كان التراس اللي هو أيضا قائد الإنشاء. وأكيد صالون جوستاف إيفل رح يكون له أهمية كتير كبيرة، بفتكر أيضا من كرمال التغطية أيضا الإعلامية، الإعلام رح يكون مهتم أيضا بهالموضوع، وكل الأشخاص اللي حضروا هن رجال أعمال وإعلام وفنانين أيضا من كل أنحاء العالم، أو أشخاص عندهم أتوليه داغ، عندهم ورشة عمل، أو إذا فينا نقول مثل هن عندهم الواجهة الخاصة لهم، إن كان أونلاين أو كان عندهم مكازان أتوليه داغ، وبيعتبروا إنه كل اللي عم بيعوه هو cultural goods، إنه بيان كولتشرال عم بيبيعوه ويقدموه كمان للأشخاص اللي بيحبوا هالنوع من الفنون. إيزابيل، هيدا الحدث الاستثنائي فينا نقول رح ياخد طبعا حيز مهم بالسياق التاريخي والثقافي، فعلا حدث استثنائي حلو نكون عم نتوقف عنده. وهلا قطعت امام المشاهدين صورة منحوتة المسيح، صح خبرينا عنها. صح صح هالمنحوتة كمان استغرقت من وقت الفنان كزافيه دو بيرن، منيح هو استوحى هذا الشيء من ايمانه ايضا بيسوع المسيح. وهو خليني احكي كمان عن فرادة اعماله، لانه كنا عم نحكي عن كانت ضمن ورشة عمل بدك انوغوراسيون او افتتاح او تقديم، نحن وين صرنا بتقدم الاعمال ضمن الطابق الاول، ان كان للصحافة او ان كان للاشخاص المهتمين ورجال الاعمال. بدي كمان اذكر حضور الدبلوماسي اللي كان موجود للسفيرة ميغان اندرسون لدى اليونسكو، السفيرة الاسترالية، وعائلتها اللي كانت كثير عن جد بالفعل سعيده بهالحدث، كنا كثير سعيدين بحضورها وبحضور رئيس قسم التوثيق باليونسكو ايضا. وهيدي المنحوته هي كثير فريده من نوعها، سيني كمان كزافيه دو بيرن، وهي مصنوعه كمان من الحديد ومن النحاس، واستغرقت ايضا تقريبا تستغرق اوقات، يعني شهر اوقات اوقات شهرين لتصميم الفكره لتنفيذها. وايضا هو بيشتغل كل شيء اردواز، يعني كل شيء كمان منحوتات حديديه بيدخل ضمن الاضاءه والكهرباء. وكمان هذا العمل شوي مستوحى من التوريفيل، لانه هو كمان مسؤول عن كل شيء تكنيكمون بارلان بقلب التوريفيل، كهرباء وإضاءة، فاستلهمها من إيمانه بالمسيح، وقرر إنه يهديني إياها بما إنه كمان كنت زميلتكم تيل المير وكنت أشتغل معكم نفس الرسالة تنوصل يسوع لكل العالم، فقرر إنه يهديني هيدي المنحة. حلو إيزابيل، انطلاقا بمجال حماية الممتلكات الثقافية نعم واهتمامك بالموضوع، بتلاقي الأعمال الفنية قد ايه مرتبطة بالثقافة وقد ايه لازم نحافظ عليها؟ نعم بالنسبة لحماية الممتلكات الثقافية، في قانون دولي بيحكم بهذا الموضوع، كل دولة هي بتقرر شو الباتريمون كولتوريل تبعها، يعني شو هو اللي بيمثل الإرث الثقافي تبعها، هي بتحدد كيف بتستثمره وكيف
كيف بتتعامل معه بالنسبة للدول الأخرى المهتمة. بالنسبة لحماية الممتلكات الثقافية، المشروع اللي عم نشتغل عليه باليونسكو بالتضامن وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، هو بيهدف لحماية كل قطعة أثرية تابعة لأي دولة بكل العالم من الإتجار غير المشروع، من قضايا الفساد، من إرهاب أو تبييض أموال. وأيضا الحماية بتهدف للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي لكل دولة خلال حروب أو خلال صراعات مسلحة. إذا القانون كمان بيلحظ كيفية حماية هالممتلكات خلال صراعات مسلحة أو حروب. وأكيد طبعا إذا اختفى الإرث الفني أو الإرث الثقافي، يعني عم تروح شقفة مهمة من تاريخ دولة معينة أو من تاريخ حتى تأسيس دولة معينة، لأنه كل إرث ثقافي هو بيمثل الطابع الاجتماعي أو كمان الوجه الحقيقي أو الوجه الحضاري بالأحرى لكل دولة. نحن بنفتخر فيك إيزابيل إنه صار هالحدث بإشراف لبناني، قديش شي حدث مميز استثنائي. بكل هيك الاحترام لإلك ويعطيك العافية، وبنتشكرك لانضمامك إلنا اليوم إيزابيل تنوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير كريم، شكرا لتيلي لوميير وفريق العمل. أهلا وسهلا فيك.